أستاذ عبد الكريم، مراكش جمعتكما أنت والراحل مولاي طاهر الأصبهاني قبل أن تجمعكما جيل جلالة. أيه معقول، مولاي طاهر أنا صغير شي شوية بشي 5 سنين بس. سنين أنا بنحلت عيني وتسمع على مولاي طاهر أنه من الناس الناشطين داخل مدينة مراكش في الميدان الفني وفي الأقصى المسرح. وكان الشريف كان تبارك الله عليه كان رائع جدا، ولكن هو الله يرحمه والديه برحمة الله مشى للدار البيضاء تقريبا في شي 68 69، وبقينا حنا هاد الوقيتة حنا مازال ما انطلقنا، حيت أنايا بديت مع مجموعة النواس الحمراء اللي كاينة في مدينة مراكش، وفي 74 عاد مشيت لجيل جلالة، عاد تعرفت على مولاي الطاهر على حدة، وتعرفت عليه فنيا وتعرفت عليه وتبارك الله مولاي الطاهر كان رائع جدا داخل مدينة مراكش كيف قال في ديك المرحلة اللي كان فيها المسرح ديال الهوات اللي كان تيديروا المهرجانات من العام لعام، كان مع جمعية شبيبات الحمراء وكان مع جمعية كوميديا، كان تنشط هنا في مراكش، وكنا احنا كنمشيو نتفرجوا وكنشوفوا مولاي الطاهر تبارك الله كان من الوجوه المرموقة في الفن داخل مدينة مراكش في هذه الفترة. ومن بعد من مشيت للدار البيضاء في 74 عاد تعرفت على مولاي الطاهر على طريقة إن شاء الله ديال المجموعة. نعم. وقبل من هذه المرحلة كنا مشينا حنا كانوا وقت الحمراء مشينا باش نسجلوا في الدار البيضاء، ومشينا جلسنا عند حميد الزوغي الله يذكره بخير الأب الروحي ديال المجموعة ديال جيلنا، مشينا جلسنا عنده في الدار البيضاء وتعرفنا على مولاي الطاهر. هذه هي المعرفة الأولى لي بمولاي الطاهر.